Lesson 6, Mathematical Expression. الـ Mathematics Expression، إحنا كان عندنا الشكل بتاع الـ Expression أو شكل الـ Words Problem بالشكل ده. مثلا Missing Number plus 2 يدينا 5، ده شكل Expression عادية. إحنا بقى الجديد إن إحنا في الـ Missing Number ده بنحط Letters، أوكي؟ زي كده مثلا X plus 4 equal 10 y minus 2 equal 10، دي شكلها كده اسمها expression. تمام، الدرس الأول بيتكلم ازاي نحول من words form أو problems بشكل words form لحاجة اسمها symbolic expression. symbolic expression يعني رموز. فمثلا أول حاجة مثلا لو عندي add 6 to the number y، add 6 يعني plus 6 to the number y يعني y plus 6. Subtract 5 from the number y، دي معناها إن إحنا بنعمل subtraction، يعني بعمل minus، okay؟ بس عندي condition مهم جدا، عندي شرط مهم جدا، إن هي الـ after from هو الـ greatest، يعني معناها كده بالعربي إحنا بنعمل minus من y، تمام؟ يعني أهو subtract from الـ y، فلازم الـ y تبقى هي الـ first، فـ y minus 5، okay؟ نيجي بقى في الـ multiplication. multiplication بيجي بكذا شكل، بيجي كلمة multiply، تيجي كلمة double، تيجي كلمة triple، تيجي كلمة times، تمام؟ أشهر واحدة فيهم multiply by، دي سهلة أوي. multiply by 5 multiply by 6 sorry x، فدي معناها نعملهم times. دي الحاجة الوحيدة بس اللي هي شكلها مختلف شوية في الـ expression أو لما نكبر حاجة في اسمها الـ algebra، إن إحنا مش بنكتب times. ف 5 times x هي 5x، فالإجابة تبقى 5x، أوكي؟ يعني كمان ولا x 5، لازم الـ first يكون numericals number كده، واللي بقى الـ variables اللي بعديها اللي هي الـ x تبقى 5x، تمام؟ فأي مرة مثلا 5 times x 5x، 5 times y 5y، 5 times b 5b، يعني أي numbers يجي مع letters لازم هو يكون في الأول. نيجي بقى divided، تمام، وفي كلمة divided، وفي برضه ليها كلمة تانية اسمها quotient. quotient هو أصلا الناتج بتاع divided، فنقولي find quotient معناها divided، وال multiply برضه ليه كلمة product، لما يقول لي product خلاص يعني معناها times، أوكي؟ دي بقى ال division بيكون شكلها كده، وده بيكون دايما هو في ال في الالجبريك او الاكسبريشن اللي احنا بنستخدمها y over 3، تمام؟ لو استخدمنا الديفايدد حالي خالص. نيجي بقى التايمز، ليه حاجات كتير قوي. في حاجه اسمها twice y، دي معناها 2y، double y معناها double y يعني 2y برضو، 2 times y يعني 2y، 2 multiply by يعني 2y، وممكن يقول لي مثلا product. product of 2 by y هي برضو تبقى 2y، فكلمة برضو product هي times، كلهم دول times. نيجي بقى ميكس كده حاجات مع بعضها، ممكن يقول لي بقى add مع times في نفس الوقت، زي دي مثلا add 5 to 7 times y. add 5 يعني plus 5، يبقى انا اول حاجة حلتها وسهلة قوي، add 5 يعني plus 5. أنا خدت add 5 أهي، أوكي add 5، رحت كاتبها هنا plus 5، وكده خلصت من أول حاجة. تاني حاجة بقى 7 times y، 7 times y، فبقت 7y، حطهم جنب بعض 7y plus 5. نيجي بقى التانية، عندي هنا subtract 5، subtract 5 يعني minus 5. اتفقنا بقى السبتراكت اللي بيجي بعد الفروم هو الكبير، ف 6 تايمز زد اللي هي 6 زد او 6 دي هي تبقى في الاول 6 دي ماينس 5. بعد كده نفس الفكره اد 3 تو توايس واي، يعني نعمل اد 3 او اد 3 يعني نعمل بلس 3، اول حاجه ركزت عليها بلس 3 وخليتها في الاخر. اللي بعدها twice y يعني double y،
او 2 تايمز واي، جبتها اهي في الاول. هنا برضو سبتراكت 3 يعني ماينس 3. اوكي دبل واي يعني 2 واي يعني 2 واي. اوكي ودي مسائل سهله قوي. ده كده هنقدر نحول من اي اكسبريشن اي شكل بقى يكون عندي words form بحوله بقى لاكسبريشن او سامبلك اكسبريشن. تمام. في حاجات بقى بتبقى صعبه شويه بس طبعا ايه هنعرف نحلها. ممكن يقول لي twice of the sum of the number and five. دي من المسائل اللي هي بتبقى صعبة شوية، نركز فيها. twice بدأ بكلمة twice، ما بدأش بقى بأد ولا subtract، قال twice the sum يعني twice بتاع sum يعني نعمل plus a number and five. ممكن a number دي يعني معناها a number x a number y، هيجيب لنا في الـ choose طبعا x أو a أو b زي ما يجيب بقى a number and five. دي من أصعب المسائل اللي ممكن تيجي، هشرحها لكم بقى. twice يعني two times. اوكي sum يعني plus النمبر مثلا ده هيقول جيبه لي مثلا اكس، هتبقى اكس بلس 5 معموله تايمز معاه، فلازم اعمل التايمز معاه ان انا هعمل براكتس كده. فدي الاجابه 2 وبراكتس. تمام واتفقنا بقى 2 براكتس دي معناها 2 تايمز، بس احنا مش هنكتب التايمز. اوكي نقولها تاني twice يعني دبل، كتبت twice اهو. sum يعني بلس، بلس مين مع مين؟ x مع 5، فتعامل x مع 5 او sum x مع 5. طب عايز اعملهم تايمز بقى، طبعا عشان اعملهم تايمز كده فالدنيا باظت بقى. طب ايه الشكل بقى اللي اعمل بيه؟ انا ممكن اعمل كده x بلس 5 دي. تمام واتفقنا بقى على x دي اوكي مش هنكتبها، فيبقى الشكل اللي قدامنا اللي انتوا شفتوه ده. اوكي واحنا